هذا يتعلق بالشمس، إذا طلعت وإذا غربت وإذا زالت، من حيث الصلوات تتعلق بالقمر، من حيث طلوع القمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، تتعلق بالمطر إذا نزل المطر وكثر نجمع الصلاة أم لا نجمع، لها شروط، إذا لم ينزل نصلي الاستسقاء، تتعلق بالرياح إذا كانت شديدة، تتعلق بالأسماك في البحار، تتعلق بالبرمائيات، تتعلق بالطيور، تتعلق بالحيوانات، تتعلق بالجن، تتعلق بالإنس، تتعلق بالأرض من حيث الطهارة مثلا والنجاسة، فما من شيء في هذا الوجود إلا وله حكم، ولا شيء